جزاكم الله خيرا. تسأل عن البسملة أيضا الشيخ، هل هي شرطا في صحة قراءة الفاتحة أثناء الصلاة؟ عند الجمهور البسملة ليست من الفاتحة فلا يشترط قراءتها، وإنما يستحب قراءتها لأنها ليست من الفاتحة. الفاتحة سبع آيات تبدأ بقولها الحمد لله رب العالمين، تنتهي بقوله ولا الضالين. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يبدأون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأوا بها. نعم.